تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات، تتواصل الابداعات. مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، تابعنا الشوط الماضي وكان الحضور مع بشاير مطرب بن حمد رعشيقه العامري. من قدم لنا بشاير قدمت العرض الجميل والممتاز للحظات الاخيره، 9 دقائق 37 من الثواني، وسلام الوقن سلام على هذا الفوز والانتصار. شوطنا السادس ينطلق بحفظ من الله ورعايته، وحيث يحمل في طياته الحول المهجنات الاصايل مباشره الى المقدمه الى الصداره الى المركز الاول. لقد الشاينيه مطر بن محمد بن مطر النيادي من يقدم الشاينيه على مقدمه هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق على ذلك المركز جميله حمد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي على المركز الثاني. المركز الثالث بدأت تتقدم في هذه اللحظات تكريم راشد بن يمعه بن مرزوق الشامسي على ثالث المراكز من خلال حضور وتقدم تكريم، بينما المركز الرابع تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق براقي سالم بن قنون بن مسلم بن حمرون العامري قادما من خلال حضور براق على المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم في هذه اللحظات العين النوبي بن محمد بن شحفوري العامري قادما على خامس المراكز. المركز السادس تابع القدوم والتقدم في هذه اللحظات على سادس المراكز الواعية، ابو خيد بن حمد بن سالم البلوشي قادما راح الواعية من خلال حضور وتقدم الواعية، بينما المركز السادس تتقدم في هذه اللحظات من الجانب الاخر بدات تتقدم سحابه محمد بن عبيد بن محمد الشامسي قادما من خلال حضور وتقدم سحابه على سادس المراكز او السابعه. المركز الثامن تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق شديده مبارك بن خلفان بن مطر بن كنا الشامسي قادما من خلال حضور شديده، بينما المركز الثامن تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق هنا في الهيام بن النوبي بن عزيز المحرمي قادما من خلال حضور وتقدم في المركز العاشر، وختام النداء قادما شعار بالعود من خلال حضور وتقدم الشاهنية سالم بن عود بن حمد
العام لهذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى المتقدمة، بينما تابع الأسماء الأخرى الشعارات الحاضرة في هذه اللحظات والمنطلقة في هذا المسار. أسماء تابع الشعارات، ارصد هذه الشعارات. سن الكبار ويحلو الرقص مع الكبار، ولكن الدرعي غير مع جميلة، جميلة بالشكل، جميلة بالأداء. حمد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي قادما على مقدمة هذا الشوط، لا زال على صداد هذا الشوط، يتقدم الكل حتى هذه اللحظات، يتقدم الكل. ركز يا أبو محمد من خلال حضور وتقدم جميل على مقدمة هذا الشوط على بداية هذا المسار، ولكن النيادي يتقدم بتقدم الشاهنية. مطر بن محمد بن مطر النيادي على ثاني المراكز. الاسمين بدأ يبتعد عن بقية الشعارات. المركز الثالث وصل التكريم راشد بن محمد بن مرزوق الشامسي قادما من خلال حضور وتقدم تكريم على المركز الثالث. المركز الرابع قادمة براقة سالم بن قنوم بن سالم بن حمود العامري. والمركز الخامس بدأ يتدخل البلوشي من خلال حضور الواعية بخيد بن حمد بن سالم البلوشي. مزعج المضمرين قادمة من خلال حضور وتقدم الواعية. في من الجانب الآخر بدأت تتقدم الهيان بن النوبي بن عزيز المحرمي قادمة من خلال حضور وتقدم في، والأسماء قادمة والشعارات قادمة بالعود وبن حبتور والدرع أيضا قادمة، والأسماء واصلة والشعارات واصلة، ولكن جميلة 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 بالأداء بالانطلاق بالإبداع بالتحديات المستمرة. لا زال جميلة. حمد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي يتقدم الكل بن علي قادمة من خلال حضور وتقدم جميلة 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 جميلة. بدأت تغرد خارج السرب، بدأت تبتعد عن بقية الأسماء. جميلة جميلة جميلة. بينما النيادي على المركز الثاني قادمة على المركز الثاني من خلال حضور شانية مطر بن محمد من مطر النيادي. كيلو والنصف يا ملاك يا مضمرين، ولكن جميلة جميلة جميلة، والأسماء قادمة والشعارات واصلة. الكل ما حرك حتى هذه اللحظات، ولكن جميلة جميلة لا زالت على مقدمة هذا الشوط. بدينا بالانعطاف في قادمة من الجانب الآخر. الهيام بن النوبي بن عزيز المحرمي قادم على المركز الثاني، بالعود على المركز الثالث. بن حبتور بدأ يغير ويسير من مركز إلى مركز، والمزعج قادم والأسماء الواصلة والشعارات الواصلة، ولكن جميلة جميلة جميلة. الكيلو الأخير جميلة جميلة يا أبو سالم، جميلة يا أبو سالم، وهي جميلة بالأداء بالفعل بالانطلاق، وراحت بالفوز بالانطلاق حتى هذه اللحظات. بالعود على المركز الثاني، بالعود المحرمي من الجانب الآخر من خلال حضور وتقدم فيه، ولكن جميلة وهي جميلة بالفعل. حمد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي، والأسماء قادمة. المحرمي في قادمة. الأسمين أول أسماء الثلاثة من موقع واحد، مثلث ذهبي، ولكن جميلة ولا فيه. اللحظات الأخيرة والمثيرة في غيرت اللحظات الأخيرة. ولا جميلة صامدة. الاسمين الهيام بن النوبي بن عزيز المحرمي غير من خلال حضور فيه وتقدم فيه. ولا جميلة. اللحظات الأخيرة والمدير وخط النهاية قرب. أهالي المسعودي يطالبون بالفوز، يطالبون بالانتصار. يا راعي فيه تهانينا وناموسة على هذا الفوز والانتصار. حيوه يستاهل التحية مالك فيه على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس بينما المركز الثاني.
وصلت على المركز الثاني جميلة حمد بن محمد بن ناصر الدرح المركز الثالث، وصل شعب العود المركز الرابع، وصل شعب بن حبتول المركز الخامس، وصلت على خامس المراكز سمحة محمد بن سعيد بن متعب الشمس. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، 9 دقائق 32 من الثواني. تاني هنا موسى لمالك هنا في أو 42 من الثواني، تاني هنا موسى لمالك في انهيام بن نوبي بن عزيز المحرمي وسلام المسعودي سلام على هذا الفوز والانتصار.